أعلنت النيابة العامة قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية وإنشاء حسابات بنكية وتسليمها 16 مقيما من جنسية عربية، وذلك بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج مقابل دفع أجر شهري للمواطنين. وكشفت التحقيقات عن تورطهم في غسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة. وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات وغرامة مالية قدرها 1,080,000 ريال ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليوني ريال. وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة. ويضم معنا للحديث حول هذا الخبر رئيس دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة الأستاذ محمد بن الأمير. أهلا بك أستاذ محمد، مساء الخير. دعني أسألك في البداية عن ملابسات هذه القضية. نعم أستاذ محمد، إن كنت تسمعني. أستاذ محمد، كنت قد سألتك عن يعني ملابسات هذه القضية التي أعلنت عنها النيابة فيما يتعلق بقيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية. أستاذ محمد إن كنت تسمعني، يبدو أن الأستاذ محمد غير جاهز معنا، وتحول إلى ضيفي من جدة أيضا حول بيان النيابة العامة المحامي عمر الخولي. أهلا بك أستاذ عمر، مساء الخير. إذا في هذه القضية، إذا قبل أن أنتقل إليك أستاذ عمر، أعود إلى ضيفي عبر الهاتف رئيس دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة الأستاذ محمد بن الأمير. مساء الخير أستاذ محمد، إن كنت تسمعني الآن. مساء النور أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. أهلا بك، كنت قد سألتك عن يعني ملابسات هذه القضية لعلك تحدثنا عنها. طبعا بفضل من الله الأخوة في الأمن العام اشتبهوا في شخصين من جنسية أجنبية. نعم. عربية أثناء دخولهم لأحد المصارف وهم يحملون بعض الحقائب، اشتبهوا في وضعهم فاستوقفوهم، وبعد السؤال تبين أنهم يحملون مبالغ مالية ولا يملكون أي مستندات لإثبات مصادرها. تم التحفظ عليهم وأحيلوا المركز الشرطة المختص ثم إلى فرع النيابة في محافظة جدة. التحقيقات ولله الحمد معهم، وبعد طلب الأدلة الإلكترونية وتفحص الجوالات ومساكنه وأعطاء الإذن بتفتيش مساكنهم عثر على مجموعة من المستندات تثبت وجود إيداعات واستلام مبالغ مالية من عدد من الأشخاص. تم تشكيل فريق من الزملاء مع الأمن العام والإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي والبنك المركزي ممثلا في المؤسسات المالية، وأسفر عن القبض عن هذا التشكيل كاملا ولله الحمد برؤوسه. نعم، هل تعتبر هذه القضية أستاذ محمد من قضايا التستر التجاري؟ هي اشتملت على عدد من التهم الأصلية، ومن أهمها وأكبرها اللي هو التستر التجاري للأسف. نعم، لكن يوجد تهم أخرى متمثلة في مزاولة أنشطة تجارية غير مرخص لهم فيها، جمع الأموال لما يسمى بالحوالات البديلة لتحويلها إلى دول أخرى من مقيمين آخرين خارج النطاق المصرفي. نعم، في مثل هذه القضايا أستاذ محمد أبرز يعني الانتهاكات أو القوانين أو القواعد التي انتهكوها في مثل هذه القضية؟ أولا اللي هي طول العمر لو نتكلم عن الجريمة الأصلية نقول نظام التستر. نعم. مخالفة نظام التستر التجاري، مخالفة نظام مراقبة البنوك، مخالفة نظام الإقامة والعمل في البلاد، وبالإضافة إلى التستر على متهم أو أجنبي وتمكينه من مزاولة التجارة، هذا اللي وقع من المواطنين. نعم، فيما يتعلق بتفاصيل العقوبات أستاذ محمد لعلك تحدثنا عنها. نعم، طبعا حكم عليهم بما مجموعة 106 سنوات سجن تقريبا، تراوحت أحكام السجن ما بين 3 سنوات إلى 8 سنوات سجن، مع الإبعاد للأجنبي بعد إنفاذ عقوبته وإنهاء ما له وما عليه في البلد في المملكة،
وبالنسبة للمواطنين منعهم من السفر مدة مماثلة لعقوبة السجن تنفذ بعد انتهاء عقوبة السجن، والغرامات تراوحت ما بين 30,000 إلى 100,000 في حق المحكوم عليه. طبعا ضبط مع المتهمين مجموعه نقدا حوالي 5 ملايين ريال، تم الحكم بمصادرتها. حوجز مبالغ مالية في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال، تم الحكم بمصادرتها. حكم بمصادرة الوسائط وأجهزة الاتصال التي استخدمت ارتكاب الجرائم، فكان في عندنا مركبتين حكم بمصادرتها، وحوالي 14 جهاز جوال أيضا حكم بمصادرتها، وإلغاء شرائح الاتصال وعدم صرفها للشخص المسجل باسمه. نعم، نصيحتكم يعني أستاذ محمد يعني في مثل هذه القضايا والتي تتعلق أيضا بالتستر التجاري، والتي قد يعني هناك جرائم قد تقع خلفها ويغفل عنها كثير من المتسترين؟ نعم، أبدا، للزملاء أو للأخوة المواطنين وأيضا للأخوة المقيمين، نظام التستر التجاري ونظام مزاولة أنظمة وزارة التجارة نظمت العمل التجاري في المملكة العربية السعودية بما يحفظ حقوق الطرفين وبما يضمن سلامة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. فأي مخالفة لهذا النظام من المواطنين بالتساهل أو تمكين الأجنبي من أو تسليم الأجنبي من ممارسة التجارة بخلاف ما نص عليه نظام التستر فهذا يعتبر مخالفة وفيه إضلال بالبلد، وإذا أمكن نسميها في حال علم أن الوافد يتاجر لذاته فهذا يعتبر نوع من الخيانة للبلد. نعم، من خلال هذه القضية هل ثبت من خلال التحقيقات معرفة المواطنين الذين قاموا بفتح السجلات بتفاصيل ما يقوم به هؤلاء المقيمين بهذه السجلات؟ نعم للأسف أخوي أحمد، حيث ثبت وضبط مع المتهمين الوافدين ما يزيد عن 14 بطاقة صرف آلي عائدة للمؤسسات. أيضا ثبت أن هذه المؤسسات لا وجود لها على أرض الواقع، بالتعاون مع الأخوة في وزارة التجارة بيض الله وجيههم جابوا لنا وزودوا النيابة بتقارير كاملة عن حقيقة هذه الشركات والمؤسسات. ثبت أنه المواطنين يستلمون مبالغ نظير كل عملية تحويل تتم عن طريق هذه الحسابات. أيضا تم ثبت أنه لا يوجد أي واردات جمركية عن طريق الجهة المختصة اللي هم من الزملاء في الجمارك، السبع شركات هذه لا يوجد لها أي واردات جمركية للمملكة في مقابل نظير الأموال المحولة عبر حساباتها البنكية للخارج، واللي أنت تفضلت فيها تجاوزت 400 مليون، وحكم بمصادرة مثلها. نعم، الأستاذ محمد بن الأمير رئيس دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، شكرا لك. يعد غسل الأموال أحد أكثر الجرائم المهددة لاقتصادات الدول ومن أكثرها استباحة للمال العام. المملكة ضمن الدول التي استطاعت كبح جماحها وضبط مبالغ ملياريه والقبض على مرتكبيها. لم تعد جرائم غسل الاموال ترى النور في عهد الحزم والعزم، كونها احدى الجرائم المستبيحه للمال العام وشوكه في طريق التنميه والازدهار. المملكه ضمن الدول التي عانت لسنوات طويله من اشكال تلك الجرائم، وبعد أن فاض كأسها فسادا وفتورة واجهتها بكل قوة وتمكنت من ردع مرتكبيها ومعاقبتهم عقابا أليما. عشرات المتورطين تلاعبوا بمبالغ مليارية دون وجه حق، واستطاعت من خلال أجهزتها الأمنية مصادرتها والقبض على أصحابها عقوبات لا منجا منها وضعتها لإبطال مثل هذه الممارسات التي يرفضها الدين والقانون. لا مكان للمفسدين بيننا، شعار يردده أهل الحق والهدى، مما يؤكد الرفض الواضح والجلي من قبل المجتمع والدولة. وكلما حجم غسل الأموال ساد العدل والإنصاف وبانت خيوط شمس التطور والنماء، فعهد المملكة الجديد لا يقبل مثل هذه الجريمة التي تعطل طموح الإصلاح والرقي نحو المستقبل المشرق. سلطان عجيان، الإخبارية. حول بيان النيابة العامة أيضا يلتحق بنا من جدة المحامي عمر الخولي. أهلا بك أستاذ عمر، مساء الخير. إذن أمامنا جريمة غسل أموال متورط فيها
5 مواطنين و16 مقيما. كيف تنظر الى يعني تفاصيل هذه القضيه التي اعلنت عنها النيابه العامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. الواقع يعني جهود الدولة بصفة عامة لا سيما النيابة العامة في السنوات الأخيرة جهود ناشطة جدا في مجال مكافحة جرائم التستر التجاري وغسل الأموال. طبعا بالنسبة لجرائم غسل الأموال كانت يعني أتى حين من الدهر كانت المملكة يعني إن سمحت لي في التعبير أو جاز لي التعبير كانت عبارة عن غسالة كبيرة للأموال. في عهد كان فيه القانون يعني يغض الطرف عن كثير من الممارسات لم تكن هناك جدية في المتابعة، لكن الآن في خلال السنوات الأخيرة وجدنا صرامة وجدية في المتابعة وتعقب من يقوم بغسل الأموال. طبعا ببساطة بالتعريف البسيط لموضوع غسل الأموال هو إطفاء محاول العمل على إطفاء المشروعية على أموال أساسا مصدرها غير مشروع سواء كان مصدرها تستر جريمة تستر تجاري. هي من الجرائم المركبة طبعا غسل الأموال لابد أن يسبقها جريمة أخرى، جريمة إما جريمة الإتجار بالبشر أو التستر التجاري أو تجارة المخدرات أو تجارة السلاح أو الرشوة أو نحو ذلك من الجرائم التي يعد المصدر فيها غير مشروع أو منافي للأنظمة السارية في البلاد، ومن ثم يتم العمل على إطفاء المشروعية على المظهر العام لهذه الأموال عن طريق عدة إجراءات يتخذها من يعمل على غسل هذه الأموال، فبالتالي تخرج في النهاية إنها أموال بيضاء نظيفة لا يعني لا غبار عليها. فطبعا هذا له مضار كبيرة جدا على الاقتصاد الوطني، كان يعني يتم شراء عقارات لها وسائل عدة معلنة ويعني يعلمها الكثير كما تعلمها جهات المقاومة في المملكة، الإقبال على شراء الأوراق المالية على العقار على شراء يعني أشياء بأكثر يعني أكثر من قيمتها الفعلية والعمل على يعني إظهار هذه المال وإيداعات في الخارج ثم حصول على قروض داخلية بضمان الإيداعات المودعة في الخارج ونحو ذلك من العمليات البنكية وعمليات البيع والشراء التي تظهر مظهرها يكون مشروعا في العمل على تحجيم أو تقليص أو إخفاء الأدلة التي تثبت عدم مشروعية ذلك المال. ومن هنا بدأت الآن جدية عندنا وحدة التحريات المالية في 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 البنك المركزي وفي وحدة برضو التحريات المالية في الأمن العام، فهذه تعمل معا وكل الإيداعات وكل السحوبات وكل الحوالات مرصودة ومدرجة ويتم تتبعها بطرق احترافية حتى إذا وصلوا إلى نقطة الصفر يتم إلقاء القبض على الجناة ومن ثم مواجهتهم بالحقائق التي لا يستطيعون معها الإنكار، وهنا تبدأ الجرائم الأصلية في الظهور سواء كانت مخدرات أو رشوة أو نحو ذلك أو أي من الجرائم السابقة على جريمة غسل الأموال. نعم. أستاذ عمر أنت تشير إلى يعني مجابهة جرائم غسل الأموال هو بالتالي يؤدي إلى القضاء على كثير من الجرائم الأخرى التي تؤدي إلى غسل الأموال. نعم نعم هنا الحقيقة أنه عملية التحريات ومتابعة جرائم غسل الأموال يؤدي إلى إلقاء القبض أو كشف عن عدد من الجرائم السابقة عليها. الواقع أنا يعني كنت في السابق يعني لا أحبذ أن يتم الإعلان عن هذه الجزئية يعني الشيء والشيء يذكر. نعم. لا أحبذ أن تقوم النيابة أو أي جهة في الدولة أو الإعلام أو نحوها بالإعلان عن هذه الجرائم والعقوبات التي ترتبت عليها، ولكني الحقيقة اقتنعت في السنوات الأخيرة أنه يجب الإعلان، يعني قول الله عز وجل وليس عذابهما طائفة من المؤمنين، الإعلان عن هذه الجرائم تحديدا ليس من شأنه فقط الحد من هذه الجرائم تحديدا لكن الانعكاسات على كافة التصرفات الأخرى من المواطنين ومن المقيمين ومن الموظفين
الآن أصبح كثير من الموظفين والمواطنين والمقيمين يترددوا ويفكروا ألف مرة قبل اتخاذ أي شيء فيه شبهة، حتى لا يعلم، أصبح يسأل دائما هل نفعل كذا وكذا. حتى الحوالات البسيطة اللي هي بمبالغ بسيطة أصبح الآن يتحرزون ويتحرصون كثيرا قبل إجراءها. الآن يعني متابعتي، طبعا المجال لا يتسع لضرب الأمثلة، ولكن الواقع أن الإعلان عن مثل هذه الجرائم أو غيرها من الجرائم من شأنه تحقيق الردع العام في المجتمع. الآن يعني كثير أنا أتابع هذا الأمر، فوجدت كثيرا من الموظفين ومن المسؤولين ومن كبار الرتب والمراتب يخشون القيام بأي مجاملة أو الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الواقع أن هذا آتى أكله. الإعلان عن هذا الجرائم بدأ يؤتي أكله في المجتمع، وبدأ الانضباط يعني يستقر في كثير من مفاصل الدولة. نعم أستاذ عمر، هناك جريمة التستر التجاري والتي وضعت لها أيضا الحكومة عدد من القوانين وعدد من الأمور التي تسهل هذه أو للقضاء على هذه الجريمة. كيف تنظر لمجمل يعني هذه القوانين والأنظمة يعني ضبط هذا الموضوع؟ هي الأنظمة لا تصدر إلا بعد إجراءات مطولة. نعم. فتدرس أبعاد هذه الجرائم والآثار التي ترتب عليها، وما كان إذا ينبغي أن يجرى إليه تعديلا في مادة أو اثنين أو في بعض العبارات أو الألفاظ. لكن إن سمحت لي أيضا أن أذكر شيء في السياسة الجنائية، تم مؤخرا أذكر قبل حوالي 20 سنة مرتان فعلتها وزارة الداخلية، عندما لاحظت وجود أعداد كبيرة جدا من المقيمين غير الشرعيين في الدولة، فطلبت منهم الخروج والظهور والبحث عن كفيل. في حالة وجود أي كفيل تعطيه إقامة ويتحول من مقيم غير شرعي إلى مقيم شرعي. وخرج الأعداد بربما مئات الآلاف إن لم أقل بالملايين، وصححوا أوضاعهم. الآن قبل نحو 3 أسابيع قامت الدولة حفظها الله وأعلنت بالنسبة في قضايا التستر التجاري، كل من يفصح عن وجود تستر تجاري سوف يتم تسوية وضعه يعني إعفائه من العقوبة الجنائية ومن كافة ما يترتب على ذلك ومن الغرامات والمصادرة، ويتم معاملته معاملة جديدة. وأعطتهم فرصة أعتقد إلى شهر محرم من العام المقبل. نعم. فهذه أيضا فكرة ذكية جدا من الدولة. تفضل. أشكرك إذن ضيفي من جدة المحامي عمر الخولي، شكرا لك. يا رب.